بسم الله الرحمن الرحيم واهلا، انا رشاد فقيه وحاب اقول لك عن فرصه ممكن تغير حياتك اذا كنت تبغى تكون من الناس اصحاب الاثر من خلال دوره تدريب المدربين، البرنامج الاقصى لسياده التدريب. كيف تعيش التميز، الاداء العالي، التاثير والفعاليه. كن من رواد التغيير وشارك في صناعه الامتياز. اعتبر هذا البرنامج انه هو الفرصه الاستثنائيه لاستكشاف الاساليب اللي بيستخدمها اعظم المدربين في العالم. بحثت عنهم، درست عندهم، رحت وشفتهم وتعلمت وتلمذت على ايدهم، وبنقول لك هذه التجربه افضل ما يمكنك انت تتعلمه لاستخراج افضل ما في الاخرين وتطلع من الناس اجود ما فيهم. وراء كل دورة ناجحة مدرب عظيم، فامتلاك المعرفة والخبرة بمجال معين ليست كافية على الإطلاق لضمان التدريب الفعال في هذا الجانب. فإضافة إلى التحضير الجيد والعناية بالتفاصيل الدقيقة والتحضير القوي، لا شك أن المدرب الماهر والمؤهل هو في الحقيقة العامل الحاسم الذي يمثل الفرق بين النجاح والفشل في أي برنامج تدريبي. ففي هذه الدورة التفاعلية، هذا البرنامج التفاعلي المتكامل بيتضمن في خلاله أقوى الأساليب والتقنيات في عالم التدريب ليزودك بكل ما تحتاجه لإدارة برنامج تدريبي ناجح وقوي ومؤثر. Do it as the masters، افعلها كما يفعلها الأساتذة. سواء كنت في بداية طريقك أو كنت تملك رصيدا من الخبرة في تطوير الأداء البشري أو المهني، فمن المؤكد أنك ستضيف قيمة مضاعفة إلى رسالتك والفائدة التي تقدمها إلى جمهورك باستخدام الأسرار والتقنيات نفسها اللي بيستخدمها أفضل المدربين في العالم في تصميم وتقديم دورات تدريبية تأسر ألباب المشاركين منذ البداية، أيا كان مجالك بصرف النظر. أما إذا كانت لسه عندك زي ما يقولوا جلسات بسيطة، أيا كان مجالك وبصرف النظر، أما إذا كانت مجرد جلسة تدريبية نظرية بسيطة، محاضرة، كلمة راح تلقيها، أو كانت تطبيقا عمليا أو ورشة عمل طويلة. الميزة الإضافية، انتقل بأدائك من العادي إلى الاستثنائي، واكتسب الميزة الإضافية لإعداد وتطوير برامج تدريبية شيقة مؤثرة وفعالة تتيح لك أنك أنت تتجاوز العقبات والوصول بنفسك وجمهورك إلى أقصى وأعلى إمكاناتهم الممكنة بالطرق التي تتلائم مع عمليات التعلم الفعالة المتنوعة. هتعرف كيف أنك أنت توظف ترسانة هائلة من المهارات في خلال فترة ضيقة من الزمن. اجعل صوتك يلامس قلوبهم. في هذا البرنامج المكثف المكون من 6 أيام ولكن بنظام اليوم الكامل، يعني من الصبح لليل بيكون عندنا استراحة غدا وبنستأنف، بيكون عندنا عدد طويل من الساعات المكثفة يوميا، مش زي بقية الدورات الأخرى اللي بتبدأ دائما من الفترة المسائية، بيكون عندنا فترة صباحية وبعدين استراحة وفترة مسائية، فحيكون عندنا 6 أيام راح نمر فيها على كل ما يتعلق بالأداء الأقصى، كيف انك انت تخرج من الناس افضل ما عندهم، كل وسائل التأثير في الاخرين، كل ما يتعلق بخبايا واعمق تفاصيل التدريب. وحنخصص لكل وسيلة من وسائل التأثير في الناس حيكون لها يوم متخصص بحد ذاتها. يعني حيكون عندنا في اليوم الاول على سبيل المثال مهارات الالقاء. الالقاء يمكن ان يكون امرا مثيرا او مخيفا، وهو غالبا لا يخلو بين الامرين معا. فإجادة الالقاء لا تتعلق بكونك مسليا وبحسن صوتك فقط، انه يتعلق بوصولك الى مستمعيك، كيف تتجاوز مفاتيح الاذان تخليهم يسمعوك، لكن مش مجرد انهم هم يسمعوك، انه كلامك هذا يوصل لعقولهم، وابعد من عقولهم كيف ممكن يوصل لقلوبهم. مهما كان جمهورك متعبا، فان الناس يتفاعلون مع الاتصال الانساني الاصيل، ومعايا باذن الله شخصيا راح اعلمك خطوه بخطوه كيف يمكنك انك تنجز ذلك بتعزيز نقاط قوتك وما يميز رسالتك بحيث انها تكون مميزه وفريده. في هذا اليوم راح نتعلم ونغطي اشياء كثيره، على سبيل المثال كيف تعمل بروفايل عن الجمهور وتحلل احتياجاتهم، تعمل ملف للجمهور وتتخيل جمهورك المستهدف، كيف تعد ملخص اساسي للنتائج اللي تبغاها من هذه الخطبه او من هذا الالقاء اللي تبغى تلقيه للناس، كيف تنظم البرنامج التدريبي وتصنف ابوابه، كيف تبني مصداقيتك امام الجمهور، الاعداد الذهني والتغلب على التوتر والظهور الواثق امام الجمهور، تعديل خطابك ليتلائم مع احتياجات الموقف اللي ممكن تواجهه او اللي تكون فيه. هذا كلام كنت راح نغطيه بالتفصيل في اليوم الاول. اليوم الثاني مهارات العرض presentation skills. هذا اليوم راح يزودك بالادوات العمليه التي تساعدك في تحويل المعلومات اللي ممكن تكون ضحله وممله للجمهور الى عروض قويه لجذب الانتباه والحفاظ على الطاقه وتحقيق النتائج من خلال مجموعه من التدريبات. سوف تمارس التقنيات المثبته
لإعداد المادة التدريبية وإلقائها بقوة وتأثير وإلهام. في هذا اليوم راح تتعلم أشياء كثيرة وراح تكتشف مع نهايته إنه أضيفت إلى حصيلتك معلومات ما كان ممكن تتخيلك أنت تأخذها في يوم واحد. مثلاً راح تتعلم الأساليب الأساسية والمتقدمة لتقديم العروض والبرزنتيشنز، مهارات الاتصال اللفظي وغير اللفظي كمان، إعداد اللوحات الورقية والفليب شارتس العظيمة اللي ممكن تؤثر في الناس، بناء عروض قوية بالباوربوينت وكيف تستخدم الفيديو والصوت والصورة لإطفاء الحياة على عروضك والبرزنتيشنز اللي بتقدمها، كيف ترفع الحماس عند جمهورك، آخر وأحدث الصيحات والاكتشافات والدراسات في مجال العروض البصرية والبرزنتيشنز التي ترسخ في أذهان الجمهور، التي ترسخ مش مجرد في أذهانهم وفي عقولهم ولكن في قلوبهم وأرواحهم أيضا. اليوم الثالث، مهارات التدريب. سواء كنت تستعد لتكون مدربا محترفا أو شخصا يقوم ببعض التدريب كجزء من وظيفته، تحتاج إلى الاستعداد للتدريب الذي ستقدمه. هذا اليوم حقيقة الأدوات اللي حتساعدك في بناء وتقديم ورش تدريبية شيقة وقوية تشجع المتدربين على العودة للمزيد والمزيد والمزيد، ويرجعوا معاك دورة ودورة ودورة. كيف تصنع الخطة الأساسية للدورة التدريبية وكذلك الخطة البديلة؟ كيف تختار التمارين والنشاطات المناسبة بحيث أنك أنت توصل لهدفك التعليمي؟ ما يجب عمله وما يجب فعله عندما لا تسير الأمور على ما يرام وتمشي بشيء غير اللي انت خططت له في يوم التدريب، فكيف انك انت تواجه هذه الاشياء؟ الحفاظ على التفاعل وتشجيع المناقشة عند الجمهور والمتدربين، التعامل مع المواضيع الصعبة اللي ممكن يكون فيها احراج ويكون فيها تحدي بالنسبة لك او احراج بالنسبة للجمهور، ولكن توصلها بكل كفاءة وفعالية. اليوم الرابع، مهارات التيسير او الفاسيليتيشن سكيلز. تيسير التعلم غالبا ما يعرف بكونه حجر الزاوية الجديد في فلسفة الإدارة في أي منظومة أو مؤسسة، بتركيزه على العدل وتسهيل عملية حل المشكلات وصنع القرار. في هذا اليوم التدريبي ستحصل على تعريف أفضل لمفهوم التيسير الفاسيليتيشن، إضافة إلى بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها في تيسير العمل والوصول إلى ذروة الأداء. في هذا اليوم راح تتعلم أشياء كثيرة، راح تعرف إيش هو التيسير فعلا والوقت المناسب للقيام به، تعرف متى تختار إنه يكون عندي presentation أو يكون عندي تدريب أو يكون عندي تيسير، يعني أختار متى راح أعمل عرض أو presentation، متى راح أعمل دورة تدريبية وأعمل training، متى راح أعمل facilitation أو تيسير، كيف توازن بين العملية والمحتوى وما يجب أن تركز عليه، كيف تخطط وتضع الأساس الصحيح للعملية التدريبية، نموذج تاكمان وجونسون لتطور الفريق وكيف فريق العمل بيتطور وكيف المشتركين بيتطوروا معك أثناء الدورة التدريبية في علاقتهم مع بعضهم البعض، كيف تمهد الطريق للوصول بالآخرين إلى الإجماع بدلا من الاختلاف، كيف تتعامل مع ذوي الطباع الصعبة اللي يطبشوك أثناء الدورة والبرنامج التدريبي، تتعامل معهم بطريقة ممكن تكسبهم ويكونوا مكسب لك في هذه الدورة، اختيار الأسلوب والمستوى المناسب للتدخل مع المجموعة. اليوم الخامس راح نناقش فيه مهارات التدريب الشخصي والتوجيه coaching and mentoring. هذا اليوم يركز على الطرق التي يمكنك بها أن تكون مدربا أفضل لمساعدة الآخرين في تحقيق أداء أعلى. التدريب الشخصي وبمارسه لي فترة هو عملية من بناء العلاقات وتحديد الأهداف. أداؤك كمدرب يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرتك على تنمية علاقات عمل جيدة مع الآخرين من خلال فهمهم، إضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية. فراح أعلمك في هذا اليوم بإذن الله الفرق بين التدريب الشخصي والإرشاد الكوتشينج والمينتورينج، وأيضا الفرق بينه وبين التدريب العادي الترينينج. نموذج جرول اللي يعتبر من أهم النماذج في التدريب الشخصي، تحديد الأهداف الذكية وكيف تساعد المشتركين اللي عندك اللي يكون عندهم أهداف واضحة وتدفعهم في هذا المسار نحو تحقيقها، تحليل موقعك واستكشاف العقبات اللي ممكن تقف أمامك أو أمام المشتركين في تطورهم، هتعلم مشتركينك كيف انهم يزيدوا ثقتهم بنفسهم، يبنوا ثقتهم وايجاد خيارات اكثر حكمة وخيارات اكثر تنوع، كيف انك انت تعطي الفيدباك والتغذية الراجعة بشكل فعال، تجاوز العقبات. كل هذه الاشياء راح نغطيها باذن الله في حديثنا عن الكوتشينج والمنتورينج. راح نتكلم ايضا عن قياس نتائج التدريب، بالرغم من انه كلنا نعرف انه التدريب يمكن ان يحقق الكثير من الفوائد المدهشة،
لأنه قد يكون من الصعب أحياناً إثبات هذه الفوائد وربطها بالقيمة النقدية. إيش الفائدة من هذه الدورة؟ أبغى أعرف يا ترى إيش العائد منها بالضبط؟ هل هو شيء قابل للقياس؟ بعض المواضيع مثلاً زي المبيعات وإدارة الوقت يمكن يكون لها فوائد مباشرة وملموسة، أما المواضيع الأخرى كالاتصال أو القيادة قد لا يمكننا أن إحنا يعني ما نقدر أن نضع رقم واضح يكافئ قيمتها. ففي هذا اليوم راح نتعلم الطرق المختلفة لتقييم فعالية التدريب وكيفية استخدام هذه النتائج في أنه إحنا نعطي نظرة ونعطي نبدة عن جدوى وفعالية دورتنا التدريبية اللي قدمناها. وهذا الشيء كثير من الشركات بتطلبه بعد ما أنك أنت تنهي معهم في هذا البرنامج التدريبي. فعشان كده في هذا اليوم راح نتعلم أنماط كولب للتعلم، مستويات كيرك باتريك للتقييم أيضا، أنواع أدوات التقييم، بناء خطة التقييم، قياس التعلم قبل وأثناء وبعد التدريب، منظور المدى الطويل في التدريب، وحساب عائد استثمارك في التدريب. كل هذه الأشياء راح تعرف كيف أنك أنت تنفذها وتقيمها وتعملها بنفسك وبشكل صحيح وبشكل فعال. ليش تشارك معي في دورة تدريب المدربين المحترفين؟ إذا كنت ترغب في استكشاف قدراتك وخوض مجال التدريب بإرادة قوية وباحترافية، إذا كنت ترغب في زيادة قيمتك في السوق ورفع دخلك، إذا كنت مستعد للانتقال من أساليب التدريب التقليدية المملة إلى صيغة ديناميكية فعالة، إذا كنت تريد أن تتعلم كيف تنقل معرفتك ومهاراتك بكفاءة وفعالية. كثير من الناس يكون صاحب علم واسع وصاحب علم كبير ولكن لا يستطيع أنه هو ينقل هذا العلم للآخرين. إذا كنت تبحث عن التقنيات الجديدة التي ستعجل في اكتساب المتدربين للمهارات والمعرفة بشكل سريع ويستفيدوا منك، إذا كنت ترغب في إثراء تجربتك الشخصية في تعليم الآخرين وترك بصمة وترك أثر في حياتهم، دورة تدريب المدربين من أحب الدورات إلى قلبي، لأني بشعر من خلالها أني بحقق رسالة مضاعفة، بحيث أن أنا بساعد ناس تؤثر في ناس ويمتد الأثر ويمتد ويمتد ويمتد، فبتعطيني إشباع داخلي وبتعطيني رغبة في التحدي باستمرار أنه أنا أخرج ناس بتساعد في تعليم الناس وفي فائدة الناس وفي خير الناس. فبالنسبة لي ما في شرف أعظم من كذا، فبتلاقيني بعطي فيها بشكل غير عادي لساعات طويلة. والدورة هذه على فكرة للجادين فقط، إذا كنت تفكر إنها مجرد طرف فكري أو رايح إنك أنت تتسلى فيها فأعتقد إنك أنت ممكن تكون في المكان الخطأ، لأنه بيكون فيها مادة علمية مكثفة، تدريبات عملية كثيرة، راح توقف وتتكلم قدام الناس وأكثر من مرة، وراح أشوفك وراح أقيمك وراح تأخذ فيدباك أيضا من الناس اللي موجودين. راح يكون في عندنا تقييم بعد الدورة لمادتك العلمية وتقييم لأسلوب إلقائك، وراح تقدم دورة وراح تقدم دورتين وراح تقيم حتى بعد البرنامج التدريبي. كل هذه الأشياء تحتاج إلى ناس جادين في هذا المجال، مش مجرد إن هو بيفكر إنها حاجة بسيطة راح أخذ دورة تدريب مدربين 6 أيام وأطلع وأصير مدرب. لا، حيكون فيها زي ما يقولوا كرف، راح يكون فيها شغل، ولكن الشغل هذا راح يطلع أفضل ما عندك. فإذا كنت من الجادين اللي حابين أنهم هم يخوضوا مجال التدريب باحترافية وبكفاءة وفعالية وإنك أنت تكون من قادة السوق في هذا المجال، فأنا أدعوك أنك أنت تكون أحد النجوم والأبطال اللي راح يكونوا معايا في هذه الدورة، دورة تدريب المدربين، سيادة التدريب والإلقاء والتأثير في الناس. فحتى ألقاك بإذن الله في نبذة عن دورة أخرى وبرنامج آخر. أتمنى أنك أنت تعيش بالإيمان وتعيش بالحماس وكل يوم تطلع أفضل ما عندك، وأشوفك على خير بإذن الله.